مره جيت كنسجل هنايا. المهم كنلقى بزاف ديال الصعوبات بالنسبه للوراق وداكشي. كنسولوا لي زامي ديالنا على داكشي وكيفاش كيورينا داكشي وكنلقاو صعوبات بزاف. انا من زعير وجيت كنت كنقرا في تماره واول مره جيت كنسجل هنايا. فالوراق كتلقى شنو الوراق اللي غتجمع، واش غادي يقبلوك، واش الدوسي ديالك غادي يكون مقبول ولا ما غاديش يتقبل، واش غادي تكون ناقصك شي ورقه، كيبقاو داك التخوف ضروري. الازواء تاع التسجيل دازت في ظروف مزيانه الحمد لله. الناس الاداره تعاملوا معنا واحد المعامله اللي هي مزيانه، ما كانش شي عائق اللي غادي يعيق هذه العمليه تاع التسجيل الحمد لله. بالنسبه للصعوبه في كاينه هي في ذوك الوثائق اللي كانوا كثار شويه بالنسبه فاش مشينا للسلطات المحليه ولا دار الضريبه ولا هما اللي كانوا شويه صعاب. اما بالنسبه للتسجيل هنايا الحمد لله كلشي داز مزيان الحمد لله. بالنسبه للدراري ديال بريمير اني كيديروا انسكريبسيون باغ انترنيت وكيجيو كيكملوا كياخذوا معاهم شي وثائق كيجيو يدفعوهم في لافاك سونترال اللي كاينه في اكدال وتيخلصوا واقع على واحد 100 درهم صافي وكاش الانسكريبسيون كتكون هي هذيك. انا الاول مره جاي ان باك اون 2017 خديته، ملي جينا جيت لو موا دو تلقيت الانسكريبسيون تسالات قالوا لي بلي لو كات غيبداو. جيت لو موا لو كات فيغ 8 اور دو ماتان ما كاين حتى شي مسؤول والو حتى حد، هضرنا غير مع واحد كارديان ما عطاناش دي زانفورماسيون اللي كاملين. اول مره جاي مون باك 2017 وتقيت في لافاك جي شوازي لا فيليير اللي كنت باغا. دوكو بغيت نبدل لا فيليير، بغيت ندير اون اوتر فيليير وجيت اليوم لو 4 سبتمبر. هما ديجا في السيت كاتبين لنا لو 4 سبتمبر غتكون غيكونوا كاع لك فاكولتي حاليا، مي ما كاين والو.